أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج، البداية من الحمل حتى الحوت. طبعا راح يكون اليوم للحمل، ربما راح يحاول أن ينظم أعماله ويراقب أرقام وحسابات ربما تتكلل على الحظ بالنجاح، وربما عليه الانسحاب أو الانعزال للتفكير بهذه الفقرة أو بهذه المساحة. طبعا العاطفة راح تكون جريء في طرح المواضيع اللي كانت للدفاع عن حقك أو الدفاع مع الشريك، شرط التحرك في الإطار الصحيح وعدم المبالغة في التعبير. الصحة راح تحاذر من انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت في غنى عنها. وهذا تحدنا طبعا مولود الثور، تتعزز قدراتك وربما تجد حلول لمشكلات عالقة وتبدأ العلاقات الجيدة، تعرف طريقها لك اتصالات مهمة تتعلق بسفر أو ربما بتنقل. وطبعا إذا تحدثنا عن العاطفة، جو من الشكوك مع الحبيب راح يكون أو تحاول أن تكون عاقل حتى ما تفقد أعصابك وتصاب بخيبة أمل على أثرها، ربما تحاول أنه تتصرف على شيء من الخطأ أو بطريقة غير لائقة. طبعا الصحة خفف من أعمالك غير المجدية ودع أصحابها يقومون بها، حاول أن تستريح قليلا. أما مولود الجوزاء اليوم يجعل هذا اليوم أكثر تكثيف مع الأجواء، ربما تتبدل الظروف اللي تحيط بك وربما تفرض عليك نمط جيد من التصرف. وإذا تحدثنا طبعا عن العاطفة، يوم رومانسي راح يحاول أنه يسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئ، راح تكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام والغزل، خصوصا أنه الاقتران من بعض الأفلاك اللي تدل على الحب والمودة جدا باينة معك. طبعا الصحة ربما هناك توقعات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استدعاء أو استرعاء الانتباه، لكن استدعاء الطبيب والخاطرة المهمة، لأنه الوضع ربما يكون شوية به خطورة. طبعا السرطان، يبدو أن مزاجك راح يكون مرتاح بعد النجاح اللي حققته في آخر مشاريعك، ربما بعدك عمن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم راح تعود إلى مجاريها من جديد. طبعا العاطفة راح تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك، ثم تجد مخرج لائق من الأوضاع اللي ربما تمر بها. الصحة، معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية. سريعا إلى مولود الأسد، ربما يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية اللي ربما تواجه بعض التحديات والعراقيل، لكن العاطفة راح تمضي أوقات طيبة مع الشريك اللي يشرح لك طموحاته وأهدافه وتحاولون أن تسعدان معا إلى تحقيق حلم راوتكم جدا كبير أيها الأسد. طبعا الصحة راح تساعد نفسك للتخلص من الأعباء اللي ترهق أعصابك وصحتك. يا مولود العذراء، راح تركز هذا اليوم على الشؤون المهنية اللي ربما تصادف بعض التحديات، لكنك بذكائك الحاد تتغلب على كل من يعترضك. طبعا العاطفة راح تحاول أنه توالي عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك في توطيد علاقتك بالشريك، ربما يناسب أو يتناسب مع طموحاتك اللي دائما تنظر لها بنظر الاعتبار. الصحة، تتمتع بصحة جيدة وبالنفسية مرتاحة ويعكس إيجابا عليك وعلى المحيط من حواليك. وإذا تحدثنا طبعا عن الميزان، ربما ينصب الاهتمام على مشروع خلاق فني وثقافي، وقد تحاول أن تتقدم أو يقدم لك عرض يبرز كفاءتك والمواهب الموجودة معك. العاطفة، تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحول إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية. الصحة، ربما تحاول أنه تعرض أحد أفراد الأسرة أو ربما يتعرض طبعا هذا الموضوع إلى طبيب أو لوعكة صحية، راح يصيبك القلق وربما تكون شوية عندك كهن، حاول أنه تتماسك قليلا. مولود العقرب، مع أنك تحقق تقدم ملحوظ إلى أن عليك المثابرة باستمرار، وطبعا تترك الكسل وتحافظ على ما كسبت مؤخرا من الأبراج الإيجابية من حولك العاطفي، يمكن أنه تحاول أنه توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك وحاول أنه تكون أكثر دقة. الصحة، انتبه من كثرة التنقلات المرهقة ولا تحاول القيام بأكثر من ما هو مطلوب من عندك. مولود القوس، اعتمد على نفسك ولا تبين أمام الزملاء أنك فاقد الثقة بمكانك أو بمكانتك أو ربما بالوضع اللي أنت به هذا اليوم، حاول أن تكون أكثر مرونة. العاطفة، لا تدع الضغوط أو ضغوط العمل السيطر عليك، حاول أنه ما تأثر على علاقتك بالحبيب، هو طبعا
عنده فرصة هدوء حتى يعبر عن ما في داخله باتجاهك، لكنك مشغول دائما. الصحة أنت أقوى من أنه تضعف أمام شهية تغريك بالمأكولات المضرة. قاوم واعتمد وحاول أنه تكون صامت جدا. الجديرة حتحاول أنه تشوش في الأجواء أو هناك تشويش ما راح يؤدي إلى الابتعاد عن محيطك أو الحصول على جفاء من الزملاء والمسؤولين. العاطفة حين تشعر بأي تغيير في تصرفات الشريك لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة معك. طبعا الصحة أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك. أنت تحاول أنه ترتكب خطأ كبير في هذا الشأن. حاول أنه تطلع من هذا الموضوع وتعود إلى ما كنت عليه. مولود الدلو، كن مستعد لجديد وربما تحاول أنه تفقد الصبر كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن. فحاول أنه ربما تجبر بعض القصص إلى طبعا القصص القديمة أنه تنساها لازم، وتحاول أن تجبر نفسك وتعود نفسك على القادم وتعيدها إلى الساحة. لكن اترك هذا الموضوع، حاول أن تكون أكثر هدوء. العاطفة ربما فينوس ينضم إلى كوكبك برج الجدي، ما يشير إلى فترة عاطفية بناءة وداعمة ربما تمتد حتى اليوم الأخير من السنة. أكو هنالك ربما احنا نسميها عصفورة معك أيها المولود. الصحة راح يكون مستقبلك الصحي والحالة اللي أنت بيها من أول أو أولى الاهتمامات بنفسك. حاول أنه تسيطر على هذه الفترة. الحوت أخيرا قد تكون تعبت في العمل، ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب اتمامها. طبعا العاطفة تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضيفون طبعا عليك الطمأنينة ويشعرانك بالاستقرار وبحبك الصادق. إلى الصحة لا تتململ ولا تتدمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم من عندك ربما القيام بما يلزم لتخفيف وزنك. أنت اليوم بالصدارة الحقيقية، انتبه لأنك بديت شره جدا ونهوم بالأكل. حاول أن تسيطر على معدتك وحاول أن تنتبه إلى الوزن الزائد اللي بديت تكسبه مؤخرا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم، وأروح إلى اتصال هاتفي أول. ألو. ألو، صباح العافية. يا حبيبة قلبي، منو معايا؟ أنا اسمي فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا بيك. فاطمة من وين؟ من البصرة. حي الله. حي الله أهل البصرة. 2002. أها 2002 إيه؟ 26/8. 2002 26/8 أنت؟ تمام؟ تمام؟ مولود العذراء حضرتك؟ وراح تكونين طالعك عطارد وطبعش ترابي. اوكي فاطمة؟ يلا فاطمة، عن شنو تسأليني؟ عن الصحة. عن الصحة، بس الصحة؟ فاطمة، الصحة أم النصيب أول شيء؟ الصحة أم النصيب؟ اثنين عصيب. تمام، اوكي، النصيب. وبسألك عن أخوي العقبات. ايش؟ عن شنو؟ أنا عباس أخوي، أدبت مواليدة. يلا خلينا نحكي أولا عن وضعك، بعدين نحكي عن أخوك، تمام؟ ماشي. يلا خلينا نسولف. فاطمة أنت متابعتنا أكيد، وإحنا دائما نتحدث عن ثلاث وجوه لكل مولود، إذا كان هذا الوجه يناسبك راح تقولي لي إيه حتى أكمل باقي حديثي معك. إيه. تمام؟ نعم. يلا. فاطمة اللي واضح معايا متوسطة الطول أنت، حنطية البشرة شوية. ايه صح. تمام؟ يعني الشعراء. ايه حمطية لسه ما تروحين. ايه. اسمعيني. حلو عودك، يعني بيتي شوية نحافة، لا سمينة ولا متي يعني ولا ضعيفة. ايه صح. تمام، زين، اكو شيء على عكسك ايدك؟ شيء تعانين منه؟ شيء على عكسك ايدك؟ لا. ولا تعانين منه ولا يوجعك ولا متعورة ولا شيء؟ لا ما متعورة. زين، أنت ساعة الولادة شنو؟ ما أعرفها. تمام، معناها إحنا حسبنا فاطمة زائد المولود يساوي لهذا يمكن شوي أشر وياك على الوجه الثاني أو الثالث. عامة خلينا نوصل لمواصفاتك. تمام فاطمة، كلش مهم تنتبهين إلى مسألة الإيد أو العكس أنت بالنسبة إليك. تنتبهين على القادم، ربما يتعورين بإيدك أو عكسك. ايه. تمام. ايه. إذا ما صاير معك شيء، أنت صاير ولا ما صاير؟ صاير ولا ما صاير فاطمة؟ ما صاير. شلون؟ ما
ما صاير وياك. ما صاير، يلا سلامات ان شاء الله، ما تشوفين يا ربي بس الخير ان شاء الله والعافيه. تمام، يلا فطومه بعدك وياي. اللي وياك فطوم، بالنسبه لي النصيب او الاقتران، يعني هذه السنة شوية أكو نوازل سيئة، صارت خسوفات وكسوفات، فاطمة بعدها وياي للأسف فقدنا الاتصال بها. طبعا فاطمة ربما وحدة من الوجوه أو من نفس المولود مالتك، كأن تكونين كانت أكو عندك نصيب أو كان أحد الأشخاص تقدم إلك، لكن أكو عرقلة أو أكو شيء متوقف الآن، وإذا ما كان هذا الموضوع الآن يعني متقدم إليك ربما بعد الشهر الواحد راح يكون معك نصيب، وربما هنالك خلاف على شيء محدد بخصوص هذا يمكن الشخص. عامة أكو شيء بخصوص النصيب متقدم إليك أو في طريقة واتجاهها إليك، ما قدرت أكمل لأنه أنت مو معايا، فإذا تعودين الاتصال معايا إن شاء الله راح نكون بتفاصيل أو نحاول أنه نساعدك. تمام، إلى اتصال هاتفي آخر. ألو ألو، صباح الخير. صباح العافية، مرحبا. أنا بيك تميس. يا أهلا وسهلا أم عبود، شلونك شو أخبارك؟ خير والحمد لله. أم عبود فاتورة ذكريني. يا غلاتي يا حبايب، أنتي أم عبد الله شلون أبوسك؟ تعالي خلي أبوسك عجة، وشلونك شو أخبارك خيي؟ حبيبتي حبيبتي أم عبودي بدول قلبك، هاي وين أم عبودي؟ والله ما احصك، من ما احصك اضل هيك بس تضاوعني. يا بعد قلبي انت فدوه لقلبك، والله العظيم انا سجلتك غياب، قلت ما ادري مع عبد الله لو مسافره لو على واحد واحد دوره السنه اكيد تسوي في التحضيرات ومشغوله بالبيت والاولاد اعتقد. اي أيوة والله، اي والله صحيح. شلون السنه وياكم ام عبد الله شلونها؟ والله ان شاء الله نقول بدايتها خير. يا ربي خير ان شاء الله، يا ربي خير ان شاء الله، ولو انه شوي اكو نوازل، وهي الخسوفات الاخيره والكسوفات اللي راح تصير راح تترك شويه اثار. عامه لازم تنتظروني وتسمعون التوقعات اللي راح ننزلها وتنزلها قناه زاكروس، اكيد اكيد ان شاء الله راح تفرح الجميع بحيل الله يا ربي. ان شاء الله بوجودك ان شاء الله. فدوى لوجهك ام عبد الله الغاليه، والله ما تتخيلين ايش قد فرحت بيك. واني اكثر، لان بنتي من حصلت بيك متنقل فدوى لقلبك. قالت والله ماما تعي حصلت. حبيبتي حبيبتي الغاليه، والله سعيده بيكم، اني ما تتخيلين سعادتي وياكم، الله شاهد والله العظيم. يلا زين، راح اعطيك التاريخ مالتي اني. يلا 15/10. يلا ام عبد الله، بس اخذ اسم حضرتك بالاول. اسمي هديل. هديل؟ إيه إيه. تمام، هدولة 15/10 راح تكونين من مولودة الميزان. إيه إيه. وراح تكونين طالعتش هو الزهرة. إيه. وطبعتش هو هوائي. إيه هوائي. ساعة إيه. الولادة إيش بس طيوبة حيل أم عبد الله. بالتسعة بالتسعة ضبط ليلا. ليلا ويلي عليك بس ليلا. زين تمام، طبعا هذه الساعة تكون جدا معزوزة من أهلها وناسها، يعني حيل تكون عندها مكانه رغم انه الاخوات والاخوان، بس هي اللي كلش مقربه من الاهل وخصوصا يعني من العائله تعتز بها وتاخذ بقراراتها اكثر و هيك شيء، يعني عزوه عزوه من الاهل معاها. اي صحيح. تمام عبد الله، حبايب شنو تسالين؟ طبعا انت طالع بالنسبه لك هو الزهره، يعني ما شاء الله عليك من طالع، يعني ما شاء الله. يا الله، لانه تدرين ام عبد الله هدوله، تدرين طالع الزهره، طالع الزهره ما يحمل لا مصائب لا سامح الله، والحال ما يدوم معاه يعني بالسيء، يعني مره مر بسيط ويروح. المشتري والزهره من الابراج اللي يسموها برج الحظ، برج المال، برج الجمال، برج القبول، برج الرد وهكذا، وانت طالع من عندك هو هذا، وهذا يدل على شيء من الرخاء والسعاده. بعد 52 من العمر تبدا الاحداث معك باحسن واحسن يعني الامور، فكل ما تكبرين تبدا الامور معك اسعد يعني وافضل. فهذا هو من الابراج اللي احنا دائما نهني الابراج اللي تكون مواليدها بهذه الطريقه، المشتري والزهره. يا الله صارت فاعل بيك حبيبة قلبي. عندي شغلة من ناحية المال. تمام. قدمت عليها تصير لي هاي الأيام لو يعني بعد. اسمعي خلينا نحسب شغلة. اي. اللي راح تكون هنا زين ويساوي. طبعا شوفي مولود الميزان، شوفي أم عبد الله مولود الميزان من الابراج اللي هذه السنه موعود، هم طبعا اربع ابراج، يعني ما اريد احرق التوقعات يعني مسبقا، بس حبايبنا وغوالي علينا لازم انه شويه نغششكم.
من المواليد اللي ينتظرون أموال وينتظرون فرص عمل حلوة وينتظرون سفر وعدهم أشياء جدا ناجحة في بداية أو بالشعب الأخير احنا نسميه الربع الأخير من العشرين باقتران الواحد وعشرين أمورهم جدا إيجابية ومحمودة. وكأن هذا الموضوع يكون على شكل قرض حبيبتي؟ لا لا مو قرض لا. لكن شيء كأنه طلب لكن يبقى في ذمتك يعني. يعني عندنا ديون بسيطه شويه. اي بدي اقول انه هيك الاحداث بدها تكون معك تمام. اي باي هو هذا الشخص اللي راح يساعدك بهذا الموضوع يعني في شخص متدخل على هاي القضيه. أي. واعتقد الشخص شويه راح ياخذ صبر وياه لانه معاه مشكله. هو اساسا معاه مشكله بده يعالج مشكله او ربما شو أفسرت إياها. هو الشخص نفسه اللي دا يساعدك على هذا الموضوع عنده مشكلة بهذا الموضوع يعالجها لكن الأمور تحتاج إلى صبر. إيه تمام. صحيح هذا الشخص. إيه هذا مقرب إلي. كلامي صحيح؟ من ميتي من تريون فديتك فديتك أنت بعد عمري أم عبودي هدولة. إيه حبيبي كبودي أنت شوفي الفترة تتحدث عن صبر. ليش؟ تدرين ليش؟ الخطأ حشاش من الخطأ من عندك. قولي ليش؟ لأنه قبل 3 أيام كان أكو قران من زحل في المشتري. وقران زحل كوكب صعب، كوكب المشاكل، كوكب الدمار، المرض، الأذى، أذى. فما يعني أنا هواية من متابعيني رادوا علاجات ما نطيت، وقفت إلى بعد يوم الخميس. يعني الأسبوع القادم، فأنت ربما بديتي بقران مع زحل. وزحل كان هو في قران من العشرين العام اللي كانت بنفس المساحة انطلق عندنا فيروس كورونا والآن نفس الاقتران اللي صار به المشتري تنشط عندنا فيروس كورونا. ده تلاحظين؟ ده تباعي؟ نعم. شوف الربط؟ نعم. فأني نعم. أتمنى عليك أنه إذا تحاولون تربطون أشياء من المال، أشياء من الصحة، من العمليات، من غير أمور تريدوها تكون ناجحة، أتمنى يا ريت استشارة يعني على الأقل أن تعرفون شنو المساحة اللي ممكن أنه تسويها. لكن معلش انت بديتي ايش راح يصير معاش تحتاجين الى صبر ان شاء الله. الامور حاصله تحتاجين الى صبر. ربما بدايتها تعتقدين هي ما راح تمشي لكن بعد شهر الواحد تبين التفاصيل الايجابيه معاش مع نوازل جديده ان شاء الله يتحرك الفلك وتمشي الامور وعواقبها تمام. زين ام عبد الله امانه الله هاي 30 هذا المبلغ 30 فوق ال 30 لا لا فوق اكثر من ما تتصورين. العدد مضاعف معايا عدد مضاعف دا يرتفع لكن يبدي او راح تتذكريني ربما تاخذين او تستلمين من ال 30 معاك 30 اذا صار جاوبيني حتى نعرف الامور اللي شلون دا تمشي وياك. والله اني اجاوبك اول باول فانت هسه ذكرتي العمليات تتذكري من تكيلي صوتك متغير وحلو هاي كنت مسوي عمليه. يعني انا بشرتك بعمليه في حينها؟ اي بدايه كورونا يعني يوم سويت العمليه ثاني يوم صارت كورونا وصار لي تقريبا 9 أشهر من مسويه العمليه. يا حبيبتي حافظك الله والصحه والسلامه. زين ام عبد الله شنو تقولين لجماعه التعليقات اللي دي ما ادري هواي دي يلتفون بصوفتنا؟ مضغوطين والله العظيم مضغوطين مضغوطين انا من اسمعهم واتفرج ويحجون اقول له ويش هي اكثر شغلات تعلمنا عليها نلتزم بالقران. شدوا قلبك، يعني احنا ما حكينا ترى غير علم القران والحروف ويمكن هذا العلم شويه عبد الله اندثار ابتعد لان ما في اختصاصات حقيقيه ويجوز ظلت اني وحده من العائله المختصه اللي الله سبحانه وتعالى يعني يجعلني يجوز لكم يعني سبب فليش هالتنتيف يعني ليش هالتنتيف يعني روح ما يعني ارحموني. حبيبتي حبيبة قلبي مع عبد الله الغالي فدوى دوشش انت عيوني تفضلي هم من ناحيه المال انا حاطه التليفون وانتظري انت قبل لا تسدين التليفون خلي اقول لك على القوس على بدايه السنه الجديده شنو القوس؟ القوس بعي القوس انفجار حظوظ مو طبيعيه هذه السنه لمولود القوس. احترقت التوقعات ام عبد الله يعني خليتيني اسرب. القوس لحوا علي بعي والله احنا قلت لهم الله من احصلك الا اقول لهم للامانه
اسمعيني، انت راح تروحين لصفحه زاغروس بالعربي، راح تطلعين الصفحه وراح تسمعين انا شنو راح اقول، وراح يسمعوني على جو مباشره الهم اللي قالت عليهم ام عبد الله. مولود القوس والعذراء والميزان، وبعد اكو برجين ما راح اقولهم لان احترقت التوقعات، ايش راح اقول انا بالجو لكم؟ وهاي لخاطرك ام عبد الله. مولود القوس من المواليد المسيطره هذه السنه من ارباح ماديه ومن قرانات وزواجات وحظوظ، ويعني ودعوا سنه كانت جدا سيئه وبدوا بسنه تخبل وتجنن. مولود القوس بالعافيه عليك. شو تريدين ام عبد الله؟ شو تريدين ام عبد الله؟ هاي الخاطرج غلاتي معبودي، والا ترى شلون الاداره هسه يقولوا لي حركتي التوقعات، ايش راح تقولين بالجو بعد؟ وهاي الخاطر ام عبد الله. يا رب وان شاء الله سنه خير وبركه بجاه النبي محمد. اللهم امين يا ربي، اللهم امين. الله يحفظنا ان شاء الله من كل بلاء بجاه النبي محمد. حبيبتي هاي الامه عند الامه. حبيبتي حبيبتي الغاليه، حافظك الله يا عمر انت. اللهم امين، اللهم امين يا ربي. ويحفظك يا ست ميوسه، ويوم فدوى القلبس يحقق لي هذا الشيء اخابر لك، اقول لك وين انت قاعد اجي. فدوى القلبس، نسويها سهرايه، لازم نسويها سهرايه. عيوني ام عبد الله يوصل حبايب قلبي الغاليه، نورتينا ولا تغيبين علينا هواي ام عبد الله. حسب الاتصال نحصلك خير على خير. يلا خير ان شاء الله، ولا يهونون كل الحبايب وكل صديقاتنا وكل متابعين البرنامج. يا اهلا وسهلا بيت حبيبتي ام عبودي الغاليه، فدوى القلب. يعني والله العظيم شوفوا لما نقعد الصبح ونسمع ام عبد الله بهالمشاعر الطيبه بهالحب العميق للقناه ومتابعه القناه، اكيد هو هذا يعني صراحه يعني هيك موده ما تشترى. فانت تخيل اكو اشخاص انت تحبهم وتعطيهم كل ودك واحترامك وتتمناهم ولكن ما يتمنوك، واكو ناس انت ما تعرفهم بس مجرد على صوت يعني وربما عبر الاثير، وشوف المحبه والود والموده لهم. يعني شرد نقول فعلا انا سعيده، فعلا انا سعيده بمحبتكم وتقديركم لي، واني حتى التعليقات السلبيه اللي تجيني صراحه اعتبرها تقويني، واعتبرها انه هو الشجر المثمر يعني يلقى بالحجر، وربما كل انسان على الطيور على اشكالها تقع، كل انسان والاناء ينضح ما فيه، كل انسان عنده في الطبع خاص بداخله، بالنتيجه ربما اكو فد عقده اجتماعيه او ربما فد اشياء او اكو امور هو مو مصدقها او جهل. فاحنا من طريقه تعاملنا معاكم او من طريقه طرح المواضيع نحاول انه نبسط لهذا الشخص، ربما هو ايضا في مشكله ويحتاج انه نساعده في هذه الامور. عموما متهون كل الحبايب ام عبد الله، ست الاء من اربيل، بكل المحافظات العزيزه، ربما ما تحضرني اسماء ما اريد اسمي حتى لا يزعلون، كلش احبكم وحيل سعيدين بكم وحيل سعيدين بهيك برنامج حقق نسب مشاهده كبيره ومحبه الناس. وتخيلوا انه ربع ساعه وثلث ساعه على الخط مفتوح ويحمل فاتوره او يشد فاتوره بس حتى انه يحكي ويانا، هاي محبه لمو محبه والله على عيني وعلى راسي، وكل السعيده بكم حبايب قلبي انتم. طيب اتصال هاتفي اخر. الو 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 صباح الخير. صباح الخير، وشلون شفت ميت؟ صباح العافيه مية هلا، من وين العصفوره النايمه بعدها؟ حبيبتي الله يخليك، انا وياك اشواق. اشواق شلونك اشواق؟ حبيبتي الله يخليك يا قلبي انت. هاي ام يوسف. منو؟ اخت ام يوسف وياك. يا عيني اهلا وسهلا، اقول لك وين ام يوسف؟ شنو القضيه؟ والله هي همينة يا حبيبتي اشواق وما تحصل. شلونك اشواق؟ شلون عافيتك عيوني انت؟ حبيبتي الله يخليك ربي يحفظك. فدوى قلبك، انا كل يعني اسمع بيك بس ما يعني سامع صوتك، واليوم انا كلش سعيده اكيد يعني سمعنا اخبارك وصوتك وانضميتي ويانا. يعني حبيبتي انا لسعد. حبيبتي اشواق الغاليه، شلون ام يوسف؟ شكو ماكو؟ شو ماكو؟ ما نسمع اخبارها، وين راحت؟ والله الحمد لله، ايش قد يعني ندق عليك وما نحصل. جد والله؟ يعني الحمد لله اليوم انا سعيده كلش انه سمعت اخبارك اشواق، هواي تسلمي لي على ام يوسف وتقولي لها والله البرنامج ولا يهونون كل الحبايب، البرنامج بلياش بدون طعم. حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي اشواق غلاتي انت قليباتي. اي اشواق حياتي ربي يحفظك. اي طول عمرك. على مود قضيتي. اي قلتي هاي على مود هاي اخر خطوه. اي اخر خطوه صحيح، اللي احنا وين وصلنا بالضبط تحديدا؟ تعرفين احنا هواي علاجات وهواي يعني امور، ف سويت الخطوات اللي قلتي لي عليها. اها بعدها شنو كان نفسيتك؟ شلون صارت؟ شنو الاحساس اللي صار وياك؟ والله الحمد لله. اها يعني صار تغيرات وهاي.
شنو التغيرات، ابرز التغيرات اللي صارت معك يعني حتى اعرف ال... نعم شنو ابرز التغيرات اللي حسيتي بيها حتى بناء عليها نبدي انه نكمل؟ والله تغيرات يعني من ناحية النفسية، الصحة شوية، النفسية والصحة. تمام تمام حسيتي اكو شيء تغير في وجهك، في استعدادك للحياة، بدأ هيك شيء وياك؟ اي والله يعني اها انت الحمد لله يعني صارت تغيرات افضل افضل من السابق. تمام الحمد لله اكيد الحمد لله والشكر باعي اشواق. يعني من محاسن الصدف وكلش سعيدين وفرحانين انه نسمع صوتك، بس بنفس الوقت بنفس الوقت احنا شيء ابو المثل شيء يقول، يقول كل تاخيره وبها خيره. هسه شنو هي التاخيره؟ ربك هو سبحانه وتعالى. باعي بما انه اقتران زحل بالمشتري، هذا الكوكب المجنون، هذا هو الكوكب احنا نسميه كوكب الخراب، ف مو من مصلحتك اطلاقا انه اعطيك اي خطوه، اي خطوه، اي شيء باتجاه اي علاج ما ممكن الان. تدرين ليش؟ لانه راح نخرب عليك، يعني النتيجه اللي احنا سويناها راح تخرب وما راح نسوي اي شيء. فنتمنى ان شاء الله الاسبوع القادم بتلاحظين احنا صار 3 ايام متوقفين تماما عن اي وصفات او اي شيء، لانه اولا هذه النوازل هي نوازل حاره سيئه، فاي شيء ما يقبل بها. نتمنى انه فقط هو من المجال لهذه الامور اللي يعني متعود انه ماخذ مرحله، قاطع مرحله في شوط من علاج او شيء، الى ان يقطع المرحله الثانيه يبقى على تسبيح، على طهاره، على شيء من هذه الامور لذكر الله سبحانه وتعالى. البسمله دائما تكون عنده، تكون البسمله على الماء ثم يشربها. انصحك بس بهاي الامور يا حبيبتي ان شاء الله الاحد او الثلاثاء على الاغلب. العبارتي الثلاثاء اوكي تمام، قبل الثلاثاء همينا تمام، ممكن انه نسوي المرحله الاخيره من علاجك. وانا متاكده ان شاء الله راح تشوفين شنو نوع الاقبال. انت اي مولود كنتي؟ الجوزاء. الجوزاء نعم. لعلمك انت توأم، يعني والدتك كانت معاش توأم، لكن فقط انت اللي بديتي ان تنزلين يعني قبل التوأم. عموما فاللي اتمنى ان شاء الله على الاسبوع القادم من عيوني صار تدللين، لانه نوازل سيئه وبدايه سنه وهناك قرانات وخسوفات اثرت كثيره، فمساله العلاج مع الحاله اللي احنا وصلناها من الصعب، مو صعب وانما تاثر عليك انت، راح تضرك وما راح تنفعك. فان شاء الله على الاسبوع القادم من عيوني صاروا تدللين، علما انه كل الاشياء بالنسبه لمتابعينا هي هاي معايا، لكن محتفظه بها عسى انه النوازل تنتهي سريعا ونبدي ان شاء الله صفحه جديده ونطوي صفحات كانت شويه مؤثره وصعبه على كل الابراج. تمام من عيوني صار اشواق وانا سعيده بيك، وسلمينا هوايه على ام يوسف غلاتي انت. تمام الاتصال هاتفي اخر. الو الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك اختي. يا اهلا وسهلا حياك الله ومية هلا. اختي داخل على الفحم مال زوجتي. من عيوني صار، منو معايا؟ انا احمد من كربلاء. يا حي الله اخ احمد، مية هلا بيك. الله يحفظك. احمد من كربلاء، شلونهم اهالي كربلاء الكرام؟ كلهم يدعون لك بالخير. يخليك يطول عمرك. فدوى لوجهك. اخ احمد شنو رايك ببرنامجنا؟ والله انت شجره مثمره صراحه. فدوى لوجهك. ربي يخليك يطول عمرك يحفظك ان شاء الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حارب 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 حتى الله سبحانه وتعالى وفقه وصل للمرحله النبوه. احسنت احسنت بارك الله بك. لا بس احنا نقول هذا جوزك وهذا عملك. يخليك يخليك يا رب يطول لنا عمرك. يخليك يا رب في دول وجهك، حافظك ربي يطول عمرك. ميرسي لك، شكرا جزيلا. اخ احمد سريعا تنطيني اسم المولوده؟ ممكن اعطيك احرف؟ احرف يلا تمام. انطيني الاخير، اخر حرف. الاسمها؟ اي اخر حرف من اسمها. لا تمام. لا. اللي هي ما لام لام لام. اي تمام. تاريخ الميلاد عزيزي؟ 13/1 13/1 1980 13/1 1980. طيب مولودة الجدي؟ نعم انا صح الله يخليك. 13/1 عزيزي؟ اي نعم 13/1 1980. بس حسب حسابي الخاص دا احسب لك اياه. تمام راح يكون زحل طالعها وطبعها ترابي. نعم. عن ايش تحديدا عزيزي؟ عن الصحه الله يخليك. الصحه. ايش هي ساعه الولاده؟ والله ما معلوم، بس هي على الفجر بس ما معلوم ساعة. اكيد اكيد
اي نعم تمام، يعني مع الفجر، لكن انه طالما ماكو ساعة محددة للولادة. ربما استاذ احمد انت متابعنا اكيد، ربما يروح لكل مولود ثلاث وجوه، ربما شوية ياخذ من مولود الوجه الاول او الثاني وكذا، لكن عامة احنا حريصين جدا انه ناخذ صفاتها الاخيرة. تمام، يعني حتى لا تصير اشكاليه بالموضوع، احتمال مو الفجر لي لان بس انا ما ضابط يعني. بس انا اتمنى المصارحه حتى تعرف معنا جمهور، معنا مصداقيه، حتى انه هي همينها، هي همينها تاخذ العلاج الحقيقي او حتى تستفاد ويا وجودنا. تمام يعني اخ احمد 13 واحد 13 واحد أي. اوكي ايش قد العمر قلنا؟ هي 80 80 اوكي اوكي 80 عمر كله ان شاء الله يا ربي. الله تمام. اخ احمد تسمعني؟ ما سمعت. نعم المولوده لام، انا راح احكي عن صفاتها، اذا صفاتها اوكي تنطبق معها تقول لي تمام. نعم. هذه المولوده تحت المتوسط من الطول شويه؟ واضح صح. شويه مليانه الجسم؟ تقريبا. يعني هي مليانه، مو ذاك، ولكن هي مليانه، مو يعني صفات. نعم. تمام تمام. اكو شيء يميزها عن بقيه الوجوه كان يكون حادث شويه، حرق شيء، بقعه دائره، شيء هيك في جسمها معاها هيك شيء؟ لا لا اذا هذا الوجه الثاني، قلت لك احنا ربما تروح الى اكثر من وجه. عموما خير ان شاء الله. بس خليني اسالك سؤال، الالام اللي بين الضلع، احنا شو نقول؟ نقول احيانا الضلع يركس كانه مطعوج الضلع عندها، فكأنه غرقانة يعني تتنفس ما راح تقدر، مع هذا الشيء بعده واضح؟ اي نعم. تمام؟ نعم. زين. اكو حادث مسبق كان يكون مشاكلات، كان يكون احد ضاربها ضربة قوية من سيدة مرأة؟ لا ما عندي. ماكو هيك شيء؟ لا ما. طيب. خلي اقول لك قضية. نعم. اني اترفع واتمنى انه ما اذكر هاي الاسماء وهاي الاسباب وهاي الاشياء، ولكن اللي يجبرنا هو الحقيقة هذه يا أخوان. أكيد. يعني مو من جيبي أنا قاعد أقول هذا الموضوع. والله. شوف هذه السيدة دايسة والدوسة كلش قوية والضربة في منطقة الضلع، وأحيانا هذا الموضوع بدأت تصيح بصوت عالي، تفقد أعصابها، تصيح بصوت عالي كأنه تعيط. يعني يصير بعض مرات ما واصلة مرحلة العياط تنسى نفسها، ما صاير بها هذا الشيء؟ لا لا تنتبه للقادم من هذا الموضوع، يتفاقم الموضوع كل ما بدا وياها من الموضوع، ربما تبدي وياها حاله، طبعا هي عندها حاله كآبه الان مو حاده لكن نسبيه، مره تهدى مره اوكي، بس الالام اللي مو طبيعيه اللي باديه وياها احنا نسميها رياح او ريح او شيء هوائي اللي بدا يتداور مره ورا اذنها يوجعها، مره في ضلعها اللي اكثر شيء، مره في منطقه، عذرا للالفاظ، في منطقه الرحم، وربما بالايام القادمه ممكن يعمل لها نزيف في هذا الموضوع. متابع هذا الموضوع اذا كان معها هاي الفكره او صاير وياها هذا الحال، يا ستار يا رب، لكن اذا ما وصل هاي الحد ان شاء الله احنا نتلاحقها في تفاصيل محدده. عموما حتى مساله الفؤاد وياها، تحس انه من تتنفس تقول قلبي يوجعني او احس انه انا ثقيله بالتنفس، وياها هذا الشيء صاير؟ اي ما تدخل بالنفس صح. تمام. هاي يسموها مفقوده، مفقوده، والمفقود شنو؟ هذه الضربه اللي كانت بالظهر على الفؤاد، ولا سامح الله اذا تبدي مع هاي النوازل راح تبدي بالنازل وياها، وهو عارض فاسد راح يفسد كل اعضاء الجسم، بسم الله لا سامح الله. الامراض اللي تصير للعلم ترى هي كلها طوالع ونوازل مو صحيحه، لكن اللي تضرب للكلى واللي يحدث معاه كذا واللي يحدث معاه كذا، عموما هو رياح تدور بالجسم اللي ما يتلاحقها تشكل على شكل امراض، خاصه من عندها هاي القضيه. بما انه احنا يا اخي العزيز اخ احمد باقتران زحل بالمشتري مو يمنعنا ما يضر المريض، ما نقدر نكتب اي اشياء من هذا القبيل، اتمنى عليك ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم من السبت نبدي الى الخميس، شو وقت تقدر تحصلنا وتفهمنا عن هذا الموضوع حتى نعمل شيء لتخليص، اولا تسبيح الجسد، النفس، تخليص النفس ثم تسبيح الجسد، راح تكون نظيفة ما معها شيء، ثم يكتب لها شيء للعلاج وشيء
تحت الوسادة أو ربما يكون معها في البيت في المنزل للحفظ، لأنها من الأبراج الخفيفة جدا اللي تخترق سريعا واللي تتأثر مع النوازل، لأنه السيدات تختلف، كل إنسان إلى بصمته الخاصة، وهذه البصمة هي اللي معها هالشكل. فأتمنى إن شاء الله على الأسبوع القادم راح أشوف من عيني هذه الأمور يعني تماما تنتهي، وحتى وضعها ونفسيتها واستعدادها للحياة راح يكون غير شكل. ست ميس من لطفك، احنا من الصعوبه بدنا نخفف، الله يخليك. على ما ممكن مثلا شيء مثلا بديل غير موقع زاغروس بالعربي موجود معاه، اذا تحب انه تفوت عليها وتكتب معانا هناك، احنا يوميه يعني صراحه والله يا اخ احمد شوف احنا العراق ترى كله معانا، فاحنا يعني احنا من نطلع من برنامج عندنا ساعه اضافيه للخاص اللي اكو ناس ما تقدر تحكي معانا شوي، اكو خصوصيه، فتخيل ونرجع للبيت، انا الساعه 3 فجرا صدقني دول اوروبيه تتصل بي، عندي علاجات مع ناس، فتخيل انه انا وقتي كله لكم يعني، وتشوف الحاله انه، فانا كلش اعتذر يعني. صح صح علينا لود، صح تتحملونا شويه، لكن ان شاء الله يا ربي حاول نحاول يا ربي نحاول يا ربي وان شاء الله تحصلنا، حاول انه شويه تبدو يعني يا ربي يا ربي للجميع في دول قلبك. استاذ احمد الغالي الطيب يحفظك الله ويطول عمرك ومرسي لك وشكرا جزيلا لمشاعرك الطيبه. تمام، اذا اتصال هاتفي اخر. الو الو صباح الخير. صباح العافيه، يا اهلا وسهلا. في دول قلبك حبيبه، من وياي؟ الله يخليك، انا ام مسلم من البصره. شلونك ام مسلم خاله، شو اخبارك؟ الله يخليك حبيبتي، شلونك انت؟ في دول وجهك نورك بعد قلبي انت حبيبتي، الله يخليك. عيوني انت مسلم كارما يا عيني انت يا قلبي، وايد تطلب عليك حافظك ربي يطول عمرك في دول عينك. والله والله يا مسلم اني لو بدي اجيك اطير لك لهناك واجي لك على راسي. الله يخليك يا مراتك يا عيني في دول قلبك، بس شو نسوي بعد حاجات الناس هوايه. ايوه يخليك. اسالك عندي شيء. اي عيوني انت تدللي. كارما عيونك يا عيني، اريد اسالك عن مواليد 30/6. 30/6؟ 30/6/2002. تمام، مولودة السرطان؟ اي 2002؟ عن النصيب مالي، عن صحته وعن النصيب. تمام، من عيوني صار. ايش قد شو اسمها خاله هي؟ اسمها بنين. بنين؟ بنين اسمها اي. بنين. ايش قد العمر؟ 2002؟ اوكي. 2002، تمام، تمام، اوكي. 2002. زين. أول شيء أم مسلم عيني. حتى نتفاهم انا وياك زين وتسمعيني، يا ريت توخريني من التلفزيون وتسمعيني من الهاتف حتى تستفادي من وجودك وياي. ان شاء الله ان شاء الله، انا طالعه من التلفزيون وياك. في دول قلبك، لان الصوت قاعد يرجع صدى وياي ومو سامعتك صحيح. اي الو. هسه وياي؟ هسه تسمعيني؟ الو. الو اسمك. اي حبايب، يلا اسمعك. تمام. اي يلا قلبي انت. عيني ام مسلم. انت اذا متابعتنا احنا نتحدث دائما عن ثلاث وجوه لكل المواليد. تمام؟ تمام؟ اوكي، فاني هسه راح اذكر واحد من الوجوه اللي يناسبها او صفاتها، اذا كانت اوكي تقولي لي ايه. تمام؟ اول شيء هي شنو ساعة الولادة؟ ساعة الولادة بالاربعة الصبح. اربعة صباحا؟ تمام. اوكي، يلا. يلا عيني مسلم، اسمعينا زين. بالنسبة للبنين فوق المتوسط من الطول شوية، حل عودها نحيفة. أيه. تمام؟ صحبة شعر جومتونها. تمام. أيه. زين، كانت مريضة من فترة وديتيها مزار؟ وديت مريضة، إيه صحيح، وديناها المستشفى وديناها للإمام يلون. كلامي صحيح؟ صحيح. أدري بهذا الحكي أني؟ لا لا ما تدري. شت وياكم؟ لا لا. زين اسمعيني. نعم اسمعيني. باي. اولا هذه المولوده احنا نتحدث عن العين والنفس. اي هي شطوره. باي. هي شطوره ما شاء الله عليها. اي شطوره. هاي من كانت طفله معاها نفس، من كانت طفله. واضح؟ وكل ما تكبر وكل ما تكبر يبدي وياها هذا الشيء. ده يكبر وياها. فدا تشوفين انه اكو اشياء ومسببات ترهم وياها لكن عن نص تخلص. اوكي؟ تمام؟ فكل شيء ما بيها تخبل وتجنن وفي دول قلبها، وراح نسوي بس شيء كلش بسيط للعلم، للعلم ام مسلم. مولود السرطان من المواليد اللي معاه حظوظ هاي السنه مو طبيعيه. ان شاء الله. وعدها ربما خطوه للزواج او الاقتران
من شخص قريب عليكم من اقربائكم او ناسكم من المحيط؟ حاتشين شيء عليها متقدمين؟ حاتشين شيء عليها. شفتي كلامي؟ يعني ما احكي شيء مو من جيبي، يعني مو كله صحيح مو تمام؟ تمام. فان شاء الله يا ربي الامور ايجابيه هذه السنه، عليها تخبل افراح ومسرات، ومولود السرطان من مواليد اللي يحصد هوايه سعاده هذه السنه. فاتمنى منك بعد الاسبوع القادم تتصلين علينا حتى نقول لك شنو تسوين لتخليص النفس من هذه المولوده وترجع كل شيء ما بيها. الله يخليك. اجيت اجيت اني من عيوني، يلا اجيت دليني بيتكم واجيت. حبيبتي انت الغاليه، حاولي ام مسلم، حاولي ما يخالف، مو هي محبتكم انه شويه تتعبون نفسكم حتى تحصلوني. يلا يلا من عيوني، يلا يلا تأمرين. يلا اسمك اسمك عفوا ايش؟ تاليه. تاليه كافي. بنت كافي. ايه لان انا مواليدي تقدير. ايه. في البرج صار ما عرفت البرج. تمام من عيوني وصارت تدلنين. اهل البصره وكل المحافظات العزيزه على عيننا وعلى راسنا، واهلا وسهلا بكم نورتونا. يعني هو الوقت صراحه يخلص وياكم مثل قطرات ندى صباحيه حلوه. لكن شو نسوي؟ نتمنى انه الوقت يسعنا بعد اكثر حتى انه نكون وياكم، وسلامي كل الحبايب وما اريد اذكر اسماء. صراحه كلش افرح لما اشوف هذا التواصل الحلو، اشوف هذه المعزه الخاصه اللي ثلث ساعه يفتح او يبقى على الخط او تبقى على الخط، يعني يعجز اللسان عن الكلام وعن الشكر وعن اللي اقوله، بس اقول احبكم. وخلصت فقرتي الصباحيه مشاهدينا الكرام، راح ارجع بعد فاصل قصير مع زميلتي رائده. لا ماكو فاصل، ماكو فاصل، يمكن رائدة عندها شيء راح تقول لي على الجو مباشرة. نعم. رائدة يجنن الأحمر اليوم عليك. شكرا لك طبعا هذا من ذوقك. طبعا ميسة أريد أتكلم وياك عن الأبراج لهذه السنة، تعرفين احنا بنهاية رائدة. السنة رائدة. يمكن تكون اكو اضطرابات صح؟ رائدة هم حرقوا الجو علي وكل التوقعات قلتها لي قدام، بس قولوا لي بالبرنامج شحكي اني، يلا قولوا لي، وانتي يمينا بعد راح تجي، يلا راح نحدها اليوم على الجو وانتهى الموضوع. يمكن تبادليني الراي اليوم، يمكن اكو بعض الناس ما يؤمنون بشغله الابراج، يقول لك لا انا ما اؤمن بها، لكن هو شيء واقعي كحركه كواكب يمكن، وهذه التفاصيل كلها مرتبطه بحياتنا، ولذلك احنا نشوف دائما انه الشغلات اللي تصير ويانا لو نرجع للسابق نشوفها موجوده مذكوره من ضمن الكلام اللي موجود بالابراج. زين اقول لك فديتك؟ دليني بيتك؟ شوفي اول مره بحياتي اصادف شخص يفهم انا شنو قاعد اقول. العلم رائده هو علم الانبياء. المخرج ما اعرف ايش بيه، ترى احكي والله على الجو، المخرج ما اعرف ايش بيه، شوفي رائده هو علم الانبياء. نعم. هو علم الانبياء، علم النبي ادريس. ويسمى ليش النبي إدريس؟ لأنه كان يدرس العلم ثم صح. للإمام الباقر ثم للإمام الصادق وآخر الإمام الكاظم اللي راح للمنصور يوم قتله قبل قتله بشوية وقال له أنتوا آل فاطمة أدرى بعلم النجوم. شوفوا مو أنا ترى أقول، مرصودة ومذكورة ويعني معرفة. فللأسف هواي أكو أشخاص، هو علم إحنا قلنا هواي أكو أشخاص ما يعرفون هذا العلم. نعم. فعلى طار اللم بيقول أنا آخر فرد من عيلة البرايصة يمكن ضال، آخر فرد يمكن في علم التنجيم باقي أن يفتهم هاي القلائق. نعم. بالتالي فيمكن هذا يعني الموضوع. شكرا لك، شكرا على هذه المعلومات اللي دائما تقدميها بفقرتك المميزة اللي أنا من الناس اللي جدا أحبها. حياة الله ميسة، أتمنى لك نهار سعيد. نعم طبعا مشاهدينا اكيد فقراتنا المتميزه دائما متجدده من خلال مشوارنا الصباحي. طبعا هسه اقول مساء الخير لكل من انضموا لنا على الساعه 12. طبعا فقره المطبخ دائما نقدمها وايضا شيء اساسي بحياتنا اليوم المطبخ، فخلينا نتابع فقره المطبخ من بعدها نعوده.